عن الانتصار الأول. تستعد واندفعت في اندفاعات قوية على مسافة 1400 متر. الاندفاع يبدأ مع ينهاك يتقدم فيما المستضي يتقدم. ظهور راح الآن في المسار الداخلي مع المستضي، يبدأ هذا النزال في هذه المواجهة مع أيضا ينهاك في المطاردة في المرتبات الثالثة. فيما هنا المستضي في المسار الداخلي يذهب لأخذ المسار الداخلي في المركز الأول، هنا يذهب للمركز الثاني راح الآن في محاولات ايضا بقيه الاسماء في هذه المواجهه. ايضا هنالك مبارك ياتي وكذلك والضاحي يبدا مع محمد سعيد مع من الخارج الان في مطارده المستضي الان، والضاحي يبدا مع من الخارج مع ايضا ظهور لمبارك الان في المنتصف. والضاحي مبارك يبدان الان مع الاقتراب من اخذ المنعطف في الاخير. هنا تشكيل ثلاثي الان لحسم صداره هذا الشوط فيما مطارده تأتي من جاك ليندا. هنا ظهور والضاحي يبدأ هنا يظهر، هنا تقدم. الخوف ممن مشاهدينا الكرام من فايتر. يبدأ فايتر الآن الظهور بشكل واضح للدخول والتقدم. فايتر يتقدم مع رودريغز خوسيه، هنا محمد سعيد يستعد والضاحي، هنا والضاحي، هنا فايتر، هنا فايتر، هنا فايتر. مشاهدينا الكرام يظفر بهذه المواجهة ويحقق الانتصار.